شكرا لمعلقنا المتميز تامر عبد السلام. شوط اول جيد من لاعبي الاهلي، سيطره حمراء ولكن بدون اهداف. كابتن حشيش، 45 دقيقه اهلاويه سيطره تامه لاعبي النادي الاهلي، شفنا كل لاعبي النادي الاهلي في وسط ملعب لاعبي الاتحاد ولكن الفاعليه بدون اهداف. يعني هو طبعا شوط اول جيد، احسن شوط الاول المباراه السابقه. كان في من البدايه ضغط واصرار والريتم سريع شويه عن المره اللي فاتت. بس باخد على لعيبه الاهلي طبعا التركيز في الحته الاخرانيه، وفي نفس الوقت برضو يعني كل المحور الهجوم او هجومنا عن طريق احمد اشرف ناحيه الشمال. يمكن الناحيه الثانيه ما فيش، يعني ناحيه طبعا وائل قليل، يمكن راح مره او اثنين. والاصرار ان احنا نلعب من الاطراف، لازم يبقى فيه تبديل شويه، لازم يبقى فيه اختراق من النص، لان في تكتل كبير لفرقه طبعا الاتحاد، فلازم ما تبقاش اللعب بمنهج واحد او ستايل واحد. كذلك ما شفناش تصويب خالص من بره ال 18، وده احد الحلول المهمه جدا في وجود التكتل الدفاعي، لان هم بيلعبوا طبعا 4-3-3، حتى اللي قدام بينزلوا في نص الملعب بيقفلوا ويقربوا الخطوط، عامله شويه برده صعوبه. فلازم احنا ما يبقاش الاعتماد الكلي على طبعا احمد اشرف، لازم في تنويع شويه، وزي ما قلت لازم الناس اللي بتعرف تشوط من بره ال 18 لازم تصوب، لان الاصرار على نعدي ونلعبها بالعرض في وسط التكتل مش هيجيب نتيجه. التغيير شويه ده ممكن ياثر يعني على اللعيب. انا شايف ان التشكيل ده كمان يستمر، ما يبقاش فيه تغييرات خلال مثلا الربع ساعه اللي بتاع الشوط الثاني، ويبقى فيه التنوع بس في الهجوم. يعني لان شايفين الاتحاد ما وصلش خالص، ما وصلش باي كوره، يمكن حارس المرمى طارق حسن ما اختبرش خالص لا كره عرضيه عاليه ولا حتى اي عشوط حتى من بره يعني. فلازم، ولازم برضو حد من الثلاثه اللي ورا من المساكين لازم يزيد في نص الملعب، يدي فرصه للراجل بتاع نص الملعب اللي هو احمد طعيمه او ميدو نبيل او مازن اسامه، يبقى ضاغط اكتر من كده وعنده حته الانطلاق اكتر من كده يعني. تمام دكتور ثابت، واحنا بنستعرض دلوقتي يعني ابرز فرص النادي الاهلي في الشوط الاول. 45 دقيقه اولى سيطره حمراء، سيطره تامه للاعبي النادي الاهلي، ولكن عنصر التهديف، هل في استعجال؟ كابتن حشيش اتكلم ان لازم يبقى في تنوع اكتر في الهجمات. الاهلي بيعتمد في الشوط الاول على الاطراف، عايز اختراق من العمق مع التسديد، رايك ايه في الشوط الاولاني؟ انا شايفه شوط جيد جدا من النادي الاهلي، بينقصه الفاعليه بس وترجمه الاستحواذ دي الاهداف دي. اول حاجه بشوف النادي الاهلي اللعبه اللي فاتت دي اللي هي كان فيها سمير محمد وميدو نبيل اللي عملنا اللي هي العرضيه، لو نجيبها بس اللي هي اللي قبل دي اللي هي العرضيه كانت في الدقيقه 15، دي احسن هجمه في الدقيقه 15 والثانيه 31 بالظبط، احسن هجمه للنادي الاهلي في الشوط الاول اللي هي اتلعبت بالعرض لميدو نبيل. القطعه بتاعه سمير محمد وان هو يقطع كانت هتبقى هدف ممتاز. احسن ميزه للنادي الاهلي في الشوط الاول الضربات الركنيه والثابته، كل لعبه ضربه ركنيه دي كانت كره ركنيه ميدو نبيل. بص حضرتك كل الضربات الركنيه عبدالله للنادي الاهلي فيها خطوره، تحس ان اي ضربه ركنيه بتيجي للنادي الاهلي بتحس ان هي هيجي منها جول. بس علق عليها يا احمد بعد اذنك الحته دي، اخطر الحاجات زي ما انت بتقول الكور هي دي الهجمه يا دكتور ثابت انت بتقول عليها اللي كانت من ناحيه دي اليمين، دي احسن هجمه يا كابتن. الكور العرضيه فضل. الخطر اللي اتلعبت هتلعبت كتير جدا جدا، بس اخطرها اللي بتبقى يا اما على البعيده وبتترد يا اسامه او على القريبه وحد بيخطف زي الكوره دي اللي اتلعبت وراحت. دي احسن هجمه، نرجع بس نجيبها هتلاقي ميدو نبيل واقف على الكوره بشكل كويس جدا. بص سمير محمد جاي منين، المهاجم اللي بيقطع القريبه ده عامل بصراحه في الشوط الاول اداء ممتاز من سمير محمد، مهاجم جايب النهارده 12 جون في الدوري الجمهوريه مواليد 2003، قطعته كمان على القائم القريب والفينش بتاعه كان يعني خلاص كانت قريبه، هجمه ممتازه من لعيبه النادي الاهلي، دي بشوفها احسن هجمه. خطوره النادي الاهلي في الشوط الاول في الضربات الركنيه محتاجه بس شويه تركيز، حتى الاوت اسلام عبد الله كل اوت للنادي الاهلي من الشمال كانها ركنيه، فتحس ان في تكتيك معين في الضربات الركنيه بشكل كويس. بس في نقطه بقى، في نقطتين مش عاجبني في الشوط الاول بصراحه. النقطه الاولانيه توظيف مصطفى ابو الخير، ان انت لعيب عندك زي مصطفى ابو الخير حطه في وسط الملعب، ليه تحطه مساك انت خسره؟ يعني انت اما حطه مساك حركه لقدام، عايز تزود اكتر، ازود مصطفى ابو الخير لازم بين الشوطين من وجهه نظري يتحرك لقدام، يبقى جنب طعيمه، لان انت عندك سنه بطء في تحضير الهجمه،
من ورا، فدي هتوفر عليك كتير لما تحط مصطفى ابو الخير جنب احمد طعيمه وتزق ميدو نبيل قدام، هتفرق كتير، خاصه ان مصطفى ابو الخير لعيب مقاتل مكسب بصراحه في القطاع الناشئين في النادي الاهلي. مصطفى ابو الخير بس توظيفه حط زقه لقدام في الشوط الثاني هتفرق كتير مع النادي الاهلي. وفي نفس الوقت يا احمد الثلاثه بتوع الاتحاد هم نازلين في نص الملعب، يعني انت مش حد واقف معاك، ما حدش بيهاجمك، مع المساكين بيهاجمك او في خطوره مثلا ان لازم حد يمسك واحد وراه، يعني بيلعبوا برده مرتاحين خالص. الحاجه الثانيه محمد وائل الماتش اللي فات كان احسن من كده، النهارده ما زادش كتير، ويمكن اول عرضيه ليه في الدقيقه 30 واحنا بنلعب براسين حربه، راسين حرب حتى احمد اشرف بيزودها شويه، كل كوره عايز يرقص، لا انا عايز الاثنين يتقدموا اكتر من كده ويدوك عرضيات اكتر من كده، خاصه ان احنا بنلعب باثنين راس حربه سمير محمد وعلي نادر، خاصه ان انت عندك احمد طعيمه حميك ومصطفى ابو الخير حميك في وسط الملعب، لما يدخل هيبقى حميك، ووجود مازن اسامه احسن حاجه برضو عجباني في الشوط الاول، توظيف مازن اسامه الجديد في مركز في نص الملعب رقم 8. في نقطه احمد برضو عايز اتكلم فيها، الاوفرات اللي بتتلعب يا اسامه من اليمين او الشمال ما يعني مش اللي هي بتوصل للخط وتلعبها، اللي هي من تحت ناحيه الاطراف لما بتيجي من تحت ترفع الاوفرات اللي هي الكات باك بيلعبوها قصيره قوي، بتبقى سهله قوي في التكتل الدفاعي ان المساكين واقفين بوشهم هيطلعها، انما دي لازم تتلعب دايما على البعيده، لما بتتلعب على البعيده وحد يردها بتعمل خطوره جامده جدا في على من احسن اللقطات اللي انا شفتها برضو. احنا بنتكلم عن اللقطات الفنيه، تواجد مؤمن زكريا في المباراه طبعا، تواجد يعني مؤمن زكريا وكادر يعني كبير جدا، ودي حاجه بتحسب يعني للنادي الاهلي ان انت النهارده الكوادر بتاعتك بتصنع كوادر، سواء الكابتن محمد شاوي سواء الكابتن وليد سليمان سواء الكابتن مؤمن زكريا، وتواجد الرجل كارلوس برينجر، نرجع الصوره، ما كارلوس برينجر ده احنا كل ماتش بنذيعه بتلاقيه موجود، صحيح. فده دليل اهتمام كبير جدا من مارسيل كولر ان هو بيتابع كل حاجه في قطاع الناشئين. ان الراجل دي كان لو فيها توفيق شويه كان هيبقى هدف نيران صديقه زي ما بيقولوا، كان لاعب الاتحاد هيحطها في نفسه. انا شايف في تنوع في الفرص او الهايلايتس اللي احنا بنستعرضها سواء في الاوتات سواء في الضربات الركنيه وسواء حتى في دي كانت ابرز برضو فرص كان اللاعب هيحطها في يسجلها في نفسه، كره ميدو نبيل اللي عملها بالعرض. في برضو نقطه يعني ممكن نشوفها الشوط الثاني، الحلول الفرديه يا كابتن حشيش طبعًا. في التكتلات الدفاعيه دي اتكلمنا عن الكرات العرضيه، اتكلمنا عن التسديد، الحلول الفرديه لعيب بياخد واحد على واحد، اصحاب المهارات لازم يستغلها بقى اللي هو بيعمل الفارق زي ما احنا بنقول لازم ياخد كوره ورقص وخش في الزحمه، ايوه لازم لازم هيحصل حاجه، واحد هيحط رجله بتاعه ممكن، بس دي محتاجه ايه بقى؟ يا فاول على 18 خطر محتاجه ايه؟ محتاجه ان هو احرف واحد في الواحد على واحد في الفرقه كلها عندنا احمد اشرف، فهل تزق احمد اشرف الباك ليفت تلعبه جناح ناحيه اليمين او ناحيه الشمال في الشوط الثاني وتزود مصطفى ابو الخير في وسط الملعب؟ اعتقد ان التغييرين دول لو حصلوا هيفرقوا، احمد اشرف لو زق لقدام شويه سواء جناح شمال وتودي مازن اسامه باك ليفت ترجعه مكانه وتودي احمد اشرف جناح يعمل لك عرضيات ومهاري في الواحد على واحد، والحاجه الثانيه مصطفى ابو الخير تزق لقدام شويه، وعندك على الدكه اوراق يعني عندك عبد الرحمن شريف واحد من الناس. خلينا نقول يعني برضو بدلاء النادي الاهلي الموجودين النهارده، حراسه المرمى ادهم سيحه، سعد محمد سعد، يوسف عاطف، محمود حمدي، محمد اسامه، عبد الجواد عبد الرحمن، عبد الرحمن شريف، اسامه احمد يحيى ده مواليد 2005، وعبد الله مصطفى. مين يا دكتور ثابت الاقرب؟ كابتن حشيش قال لا يعني بدايه الشوط الثاني يبقى نفس التشكيل ونفس طريقه اللعب، ينقص بس الاهداف، انت رايك كابتن احمد عبد الظاهر يغير دلوقتي ولا يستنى شويه؟ اتفق بس نغير توظيف بعض اللعيبه داخل يعني الملعب، داخل الملعب مصطفى ابو الخير يخش في وسط الملعب احسن ما تلعبه مساك بكتير، احمد اشرف ممكن توديه تزقه لقدام شويه هيعمل لك عرضيات اكتر، عندك اوراق عندك اوراق على الدكه، في ثلاثه كويسين جدا على الدكه، في محمود حمدي مهاجم كويس، في ميدو اسامه كوينج ممكن لو احتجت ان انت تصنع جبهه يبقى احمد اشرف في جامعة. احنا شايفين هنا في بعض عمليات الاحماء دلوقتي بين شوطي اللقاء لعيبه بتجري عمليات الاحماء، انت عارف ليه؟ لانها برضو انت عارف الماتشات دي مرتبطه بعد كده لو في تعادل تلعب ضربات جزاء فممكن ياجل شويه التغييرات تحسبا لو شايف الدنيا راحة على ضربات الجزاء يبتدي ممكن ينزل الناس اللي عنده اللي هي بتعرف تشوط برضو تمام، فدي ممكن يعني هي اللي ممكن تخليه ياجل كمان التغييرات يعني تمام. دكتور ثابت شايف اداء علي نادر ازاي وسمير محمد في الشوط الاول، وبرده عندنا عبد الرحمن شريف واحد برده من المهاجمين قاعد بره، ممكن نشوف الثلاثه يلعبوا مع بعض الشوط الثاني؟
التلاتة مع بعض صعبة، لكن ممكن يطلع واحد وينزل اتنين، يعني يخلي سمير محمد يخلي سمير محمد قدام وينزل مثلا عبد الرحمن شريف مكان علي نادر، يبقى اتنين. بس انا شايف ان ميدو نبيل محتاج يكون اسرع شوية. ميدو نبيل محتاج رتمه بطيء، محتاج يكون اسرع وتشغل اللعيبة اللي معاك اكتر من كده. ما تديش فرصة لميدو اسامة بعد كده على في انطلاقات برضه عنده الحتة بسرعته طبعا. واحد على واحد ممكن برضه يعمل حل زي ما احنا بنتكلم على الاختراقات، ممكن تدي له فرصة وفرصة ليه، لان هو يعني الفترة الأخيرة يعني أنا عارف إن مستواه قل شوية، ففرصة في ماتش زي ده لما ينزل وينزل بصحته وينزل بتاع التاني. ممكن الشوط الثاني ممكن يعمل فرق ترجعه تكسبه كمان في الماتشات اللي جاية. صح. كابتن حشيش النهاردة إبراهيم عبد الحكيم إسلام عبد الله ومعاه مصطفى أبو الخير ورا، ما دخلوش في أي اختبار. ما فيش أي اختبار أقدر أحكم عليهم، لأن هم بيلعبوا حتى ما عليهمش ضغط من خط الفرود أو الراس الحربة، بيلعبوا مرتاحين جدا، يا دوبك هم بيستلموا وبيسلموا لنص الملعب أو بيلعبوا اللونج باس. فما تقدرش كان عاجب حضرتك اللي هو رقم 17 اللعيب ده اللي هو محمد مرسي تقريبا كده، محمد مرسي فاروق رقم 17 رقم 17 محمد مرسي فاروق عامل جبهه كويسه ولعيب كورته، بس بدنيا يعني مهاري بدنيا يمكن، بس هو بصراحه لعيب في الواحد على واحد. ونراعي برضو ان في ثلاثه من الاتحاد مواليد 2001 وعايزين نحذر من الحته دي برضو، لان انت في الشوط الثاني المعطيات بتختلف شويه، بيبقى عند بتبقى انت بتزود الضغط بتاعك بالفرقه كلها عشان تقدر تحرز هدف قبل ما تروح لضربات الترجيح، فممكن الكور المرتده مع واحد مهاري زي ده بيعرف واحد على واحد يرقص ويروح خطر، فناخد بالنا برضو من رقم 17. طب الكابتن احمد عبد الظاهر يعني الشوط الاول انت مسيطر عليه دكتور ثابت، ينقصوا الاهداف، ايه الكلام اللي ممكن يقوله لعبته بين الشوطين علشان الشوط الثاني؟ لازم اول ربع ساعه ننزل ضغط، نفرض ريتم ضغط عالي، نفرض ريتم عالي على الفرقه، نحاول ان احنا نسجل عشان الماتش ما يتكهربش مننا، ان احنا ممكن توصل ركلات ترجيح، انت في فرصه ان انت تكسب في الماتش بالضبط. انت ادائك احسن، الاتحاد خايف منك وبيلعب طول الماتش بدفاع منطقه، فانت ليه ما تكسبش من اول ربع ساعه، تنزل ان انت اول 20 دقيقه لازم يكون في دقه شويه في انهاء الهجمات، وان هو يتدخل باننا بدخل مصطفى ابو الخير في وسط الملعب، بعد شويه لو برضو لسه الامور كده لسه 0-0 يقدر يحول احمد اشرف جناح ويتدخل من خلال التغييرات. في نقطه ثانيه اسامه ممكن برضو نستغلها، راسين الحربه اللي هو سمير محمد وعلي نادر هم بيجروا دايما في الحته الفاضيه عشان يروح يحرز هدف، لازم حد منهم يفكروا بقى ان مع التكتل ده لازم ابقى محطه محطه واصلح للراجل اللي جاي يشوط من بره ال 18. انا متخيل ان احنا ممكن نكسب من الطريقه دي، ان حد بس يبقى محطه، سواء ياخد فاول يبقى في فاولات بره ال 18 او يصلح للي جاي للناس بتوع نص الملعب يبقى في تصويب من الخارج. يعني في تسديده وانت بتتكلم يا كابتن حشيش، لكن المسافه كانت بعيده، كانت بعيده قوي، كانت ممكن يشتغل فيها مبالغه قوي لانها بعيد قوي، المسافه بعيده كمان من مازن اسامه. ما النهارده توظيف مازن اسامه ده اصلا كان باك ليفت، لما نجح في ماتش بتروجيت لما دخله في وسط الملعب النهارده مثبته بالزبط. نجحت ان انت يبقى عندك ميدو نبيل ومازن اسامه واحمد طعيمه، فدخل مازن اسامه، فهو عنده حلول في من ارض الملعب، مش شرط الكره دي الدفل. سمير محمد حطها نموذجيه يعني زي ما بيقول بيتطور سمير محمد يعني بيتطور بشكل كبير، حطها بشكل كويس مفيش افضل من كده يعني، بدا يتطور حتى الكوره، في كوره في اخر الشوط الاول خالص لما قطع ورقص واحد وبعدين راح لعبها بالعرض في اخر الشوط الاول. انا عايز اقول لك برضو ان المساكين بتوع الاتحاد مع راسات الحربه بتوعنا اللي بيجري فيهم ناحيه الاطراف او بره ما بيروحوش معاه، هم بيستنوا عندهم تعليمات في يستنوا في القلب عشان التكتل في الحته دي. فاحنا عشان كده بقول لك نبص على وجهه النظر الثانيه، ان انت محط من بره الناس اللي جايه يعني محط بالظبط كده، وتبقى عامل زي بلوك اللي على المساكين عشان ما يشوفوش اللي جاي يشوط من الخارج يعني. تمام دكتور ثابت، اداء ثلاثي وسط الملعب ميدو نبيل احمد طعيمه مازن اسامه، نقطه برضو من اللي اتكلم عليها الكابتن حشيش، لازم يبقى ليهم زياده وسط الملعب. طبعا ميدو نبيل يعتبر انا شايف انه هو لمسته للكره حلوه يعني، حتى الكره اللي احنا جايبينها هو اللي صانعها، عنده بيصنع فرص بس رتمه بطيء شويه، محتاج يسرع رتمه اكتر من كده. احمد طعيمه النهارده اقل شويه من المباراه اللي فاتت، تمام، تحس ان هو برده رتمه بطيء محتاج يكون اسرع من كده. مازن اسامه انشط واحد فيهم. تمام، تتوقع اهداف الشوط الثاني يا دكتور ثابت؟ ان شاء الله النادي الاهلي باذن الله تخلص زي ما قلت الماتش اللي فات، هتخلص قبل ضربات الترجيح ان شاء الله، تخلص بتسديده من بره ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله التوفيق لكل لاعبي النادي الاهلي في الشوط الثاني، ونتمنى لهم التوفيق وان شاء الله يقدروا يحصلوا على الثلاث نقاط. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل معلقنا المتميز تامر عبد السلام، ونشوف حضراتكم بعد نهايه المباراه.